يوسف أخو سنة يوسف أخو سنة
سمان دونترينمون برك ما يخفيش عليك حجم تاع العمل كان عالي، والشيء الايجابي اليوم هو ما فيش اصابات. امبارح درنا حصتين، حصه في الصباح حصه في العشيه، كانت يعني انشارج على رجليهم، واليوم كنت شويه متخوف ولكن الحمد لله ليسونسيال اولا ما فيش اصابات. ثانيا هذه المقابله عطاتني فرصه باش نقيم مردود بعض اللاعبين، خاصه لي جون اللي كانوا في الفريق الاواسط، او ميم طون لي نوفو. على بالك اون ايكيب روماني بريسك، لازم نقول لك بلوس دو 60%. يعني كاين اشياء ايجابيه، ولكن كاين بزاف اشياء اللي لازمنا نصلحوها، سا سي سيغ لي سارتان. ولهذا نقول فيزيكمون نجم نقول لك ما كنتش نستنى بلي يمدوا هذا المردود، هذا شيء مهم، ولكن مستنينا شونتي كبير ماشي صغير. انا بيرسونال يعرف واش راه يستناني، يستنينا شونتي كبير ما يخفاش عليك. من بعد ربما كي نسترجعوا العمل، يعني نسترجعوا ربما عبيد وزوج اللاعبين اللي راح يدعموا الفريق، وربما قادر نزيد لعابه وزوج باش يكون الفريق يعني متوازن من جميع الخطوط. ولكن لحد الساعه انا وراضي على التحضيرات اللي درناها، وميم طون المقابله تاع اليوم كانت ايجابيه ليا، يعني بقيت على النظر على النتائج باسكو ما يخفاش عليك، يعني دي ماتش باري ما نخممش انا على بوكو بلوس على ريزولتا كو على المردود. ولو حتى المقابلات الوديه واحد لازم يتعلم يفوز بهم باسكو سينو ما نكبروش. لعبنا ضد فريق طبعا عنده تحضيرات قبلنا، كانوا ربما بتدريبات من شهر اوت، ولكن المقابله جرت في روح رياضيه. مشكورين الجيش الوطني على يعني على المقابلة اللي أداوها، ونحن يعني كنا نجم نقول لك باللي المقابلة تاع اليوم عطاتني بزاف يعني ديزانفورماسيون سو الجوار. هذا ما كانش كاع الانسجام، ماشي مطروح، ما كانش خلاص، وهذا شيء عادي، هذا شيء عادي في بداية الموسم، ولكن بالتحضيرات والتدريبات راح نعالجوا هذا المشكل. باسكو نجم نقول لك ميم سي البلون تكتيك، يعني من الناحية التنظيمية مازالوا ماهمش فاهمين الشيء اللي نطلبوا منهم باش نتفاداو عدة أخطاء، يعني عدة أخطاء من ناحية التمركز، من ناحية البلوك تاع ليكيب، يعني هذا يجيب الوقت إن شاء الله. الحمد لله احنا حبينا نشوفوا اللياقة تاع اللاعبين، بدينا لي 3 أوت، من 3 أوت احنا نخدموا، حوسنا على المقابلات الودية ما لقيناش، معظم الفرق ما قادرش تبدا، حبينا نديروا سبارك بارتنر مع شباب قسنطينة، وباش نشوفوا اللياقه تاع اللاعبين وين وصلت، تحضير للبطوله والكاس الوطني العسكري. ما نقدروش نحكموا على شباب قسنطينه، شباب قسنطينه فريق كبير وعنده اسبوع من اللي بدا التحضير تاعو، ما نقدروش نحكموا عليه، بالك حنا زايدين عليه شويه
في التحضيرات رانا من اوت، والحمد لله يبان بلي كاين لعابه يجيبوا حاجه جديده.